عجبك كيف لابس ابنك؟ مخلوش حكي بالحارة عليك. الصبح بتفيق شغل الكاسيت من الأول، بلش الفيلم بتراجع عالكذبة وبتتحول لحدا تاني مش انت، مجبور عشان تكمل مش حدا غيرك. أنا قلت لك إني ماخذ السيارة اليوم، صح؟ صح صح. إيش مدولة؟ في سمعة في حكي في ناس في شك في مزح فيش إحساس. استنى استنى شوي. وين كنت لهلا؟ كيف أخوك يمشي بالشارع؟ إيش يحكوا علينا؟ هاي مش عاداتنا، إحنا مش هيك. أنا مش هيك.